السلام عليكم، معكم علي، اهلا وسهلا بكم درس جديد. اذا كنتم مره تشاهدوا القناه لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ومشاركه هذا الفيديو مع الاصدقاء لتعم الفائده. نتكلم في هذا الفيديو عن 20 جمله في اللغه الانجليزيه من حياتنا اليوميه تستخدم اثناء الكتابه والحديث. كما نعلم افضل طريقه لتعلم مفردات جديده او لحفظ مفردات جديده هو وضعها في جمل. من خلال هذه الجمل أستطيع أن أحفظ مفردات أكثر، بالتالي أضعها في مكانها الصح في الجملة وكيف أستخدمها. تابع معي نهاية الفيديو، هناك الكثير من الملاحظات التي تفيدنا في تطوير محادثتنا وكيفية التحدث بشكل أسرع في اللغة الإنجليزية. كيف نقول مثلا حادث تصادم بسيط بين مركبتين؟ يعني صار عندنا أكسيدنت كار، اكسيدنت حادث بسيط بين مركبتين او سيارتين. فندا باندا. لاحظ فان بان دا دا فندا باندا. نقول يعني حادث بسيط فندا باندا. كيف نقول كافي زن؟ يعني نق. شخص دائما يعيد ويكرر ويلح في طلب شيء ما، نقول stop أو نقول stop. stop ناجين. لاحظ ناجين، إذا كان عندنا ing أجي لا نلفظها، هي أصل الكلمة ناج، نلفظها ناجين لا نقول ناجينج. إذن دائما إذا كان عندنا ing أجي نسقطها لا نلفظها stop nagging أو نقول stop nagging. إذن توقف عن الزن. كيف نقول شخص لا تتحدث معي بهذه الطريقة؟ لا don't talk. لاحظ L لا تلفظ، إذا كان عندنا L بعد K ال silent لا تلفظ. don't talk to me like that، يعني لا تتحدث إلي مثل ذلك أو مثل هذه. احنا نعرف like يحب، أيضا like معناته يشبه أو مثل. إذا لا تتحدث معي بهذه الطريقة don't talk to me like that. كيف نقول يزيد الطين بلة؟ يعني يزيد الأمر سوء. add insult to injury. لاحظ add يضيف، insult لاحظ نلفظها مثل but. إذن insult to injury، إذن يزيد الطين بلة. add insult to injury أو ممكن نقول salt. add salt to injury. salt ملح، يعني يضيف الملح للجرح يعني يزيد الطين بلة. أو نقول add insult to injury. كيف نقول شئت أم أبيت؟ يعني حبيت أو كرهت، طوعا أو كرها، يعني بكيفك أو مو بكيفك. willy nilly يعني شئت أم أبيت. willy نيلي. فندا باندا. stop nagging. don't talk to me like that. add insult to injury. willy نيلي. آخر مرة بشكل سريع. فندا باندا. stop nagging. don't talk to me like that. add insult to injury. willy nilly. كيف أقول العين بالعين؟ يعني وحدة بوحدة. tit for tat. tit for tat. إذا العين بالعين يعني وحدة بوحدة، أنت عملت شيء ما أنا أرد لك أيضا نفس المعاملة، يعني أرد السوء بالسوء. tit for tat. tit for tat. كيف نقول لا تبالغ؟
Don't overdo it. Don't overdo it. Don't هي اختصار لي do not. بدلا عن الأو نضع apostrophe يعني فاصلة علوية. Don't overdo it. إذا لا تبالغ. كيف أقول قلبي لا يطاوعني؟ يعني لا أستطيع، لا أقدر. يعني قلبي ضعيف لأقوم بهذا الشيء. I don't have the heart. يعني أنا ليس لدي قلب، يعني قلبي لا يطاوعني. Heart قلب. I don't have the heart. مثلا to tell them. قلبي لا يطاوعني أن أخبرهم مثلا. To tell them. وأكمل على حسب النهاية. I don't have the heart. كيف أقول لا تقرصني؟ Don't pinch me. Don't pinch me. إذا لا تقرصني. I'm in pain. يعني أنا أعاني، أنا أتألم. I'm in pain. لاحظ I'm هي اختصار لي I am. نلفظها مرة أخرى. Tit for tat. Don't overdo it. I don't have the heart. Don't pinch me. I'm in pain. كيف نقول رفه نفسك؟ Have fun. Have fun. كيف نقول عش حياتك؟ Live it up. كيف نقول متع نفسك؟ Enjoy yourself. Enjoy yourself. Have fun. Live it up. Enjoy yourself. مثل نقول حصل خير، يعني ما في ضرر. شخص عمل شيء معين بالخطأ، نقول حصل خير، ما في ضرر، مو مشكلة. No harm done. No harm done. كيف نقول ما لنا نصيب، ما لنا حظ؟ No such luck. No such luck. يعني أردنا أن نقوم بشيء ما، لكن ما لنا حظ، ما لنا نصيب. No such luck. كيف نقول يا بلاش، يعني سعر رخيص؟ What a bargain. What a bargain. إذا كان عندنا A R M، الـ R نسقطها أيضا. Bargain. Bargain. Bargain يعني صفقة. What a bargain يا لها من صفقة، يعني يا بلاش، يعني سعر رخيص. What a bargain. Have fun. Live it up. Enjoy yourself. No harm done. No such luck. What a bargain. نعيد آخر مرة. Have fun. Live it up. Enjoy yourself. No harm done. No such luck. What a bargain. كيف أقول لا تستسلم؟ Don't give up. Don't give up. نعرف give يعطي، give up يتخلى أو يستسلم. نقول don't give up يعني لا تتخلى، لا تستسلم. كيف نقول لا تكن آخر من يعلم؟ لاحظ don't لا. بعد دو نستخدم be، مصدر فعال الكون، إذن يكون be. Don't be لا تكن. The last to know يعني لا تكون آخر من يعلم. The last. Last or last. يعني خفيفة A or A. اثنين صحيحة. Don't be the last to know. يعني لا تكون آخر من يعلم. كيف نقول لا تتدخل؟ Don't interfere. Don't interfere. لاحظ. Interfere. الآر نسقطها، لا نقول interfere. لاحظ interfere. Don't interfere. لا تتدخل. دائما don't ترجمها لا، هي اختصار لي do not. كيف نقول خطوة خطوة؟ step by step. لاحظ الإي نفضها خفيفة،
لكن مثل الفتحة باللغة العربية ستاب، لا أقول ستيب بالكسر أ، ستاب باي ستاب، ستاب باي ستاب، يعني خطوة خطوة. كيف أقول لا أتفق معك؟ I don't agree with you. أنا لا أتفق معك. Agree يتفق، agree with يتفق معه. نقول don't agree with لا يتفق معه. I don't agree with you لا أتفق معك. نريد أن نقول لا أتفق معهم. I don't agree with them. لا أتفق معها. I don't agree with her. لا يتفق معنا. Don't agree with us. إذن على حسب الضمير البعد with. I don't agree with you. أريد أن أقول أتفق معك. I agree with you. نعيدهم. Don't give up. Don't be the last to know. Don't interfere. Step by step. I don't agree with you. آخر مرة. Don't give up. Don't be the last to know. Don't interfere. Step by step. I don't agree with you. بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم، تكلمنا فيه عن 20 جملة وتركيب في اللغة الإنجليزية تساعدنا على تطوير محادثتنا في اللغة الإنجليزية. يكون الفائدة أكبر من هذا الفيديو، حاول تكتب هذه الجمل في مدونة، يعني تحفظهم، وإذا أردت أن تحفظهم تسجل لنفسك فيديو تسمع نفسك، بالتالي تطور من قدرتك على الاستماع والتحدث، ويصبح لديك جراء عند التحدث باللغة الإنجليزية. وأكتب هذه الجملة، أعيد تكرار هذه الجمل وتترسخ في مخيلتي وفي عقلي. بهذا الشكل انهينا درسنا هذا اليوم، أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.